قال لي كيف الناس زعما فنان وما نعرفش هي، وانتم عمركم ما حكيتوا على معطوب الوناس. نعم معطوب الوناس اللي قتلوه جامي جبتوا عليه، لا في عيد الفنان، لا في عيد الاستقلال، لا في عيد الشباب، لا ريان، جامي تجبدوا عليه. وعلاه؟ مشو جزائري، ما عندوش شعبيه، ما عندوش ناس يسمعوه، ما هدرش كلمه حق كما قاعدين تهدروا فيها انتم. وعلاه جامي حكيتوا على معطوب الوناس؟ صح، انا حكيت عليه في مواقف اخرى، بصح في الحصه دي ما قدرتش نحط له سياق. معطوب الوناس للاسف يا اخي كان الناس يقولوا راهو سب النشيد الوطني، وهما مش هم فاهمين واش دار النشيد الوطني. يا جماعه اللحن تاعو مش الكتابه، اللحن تاعو مام الكتيبه راهو ماهوش قران، راهو القران هو كلام ربي. النشيد الوطني هذاك قبل ما داروه ils ont utilisé plusieurs versions، موسيقى هادي موسيقى هادي موسيقى هادي، وبعديك على فلان عجبتها هادي استعملوا هادي. النشيد الوطني كان يعبر على مشاعر شعب في مرحلة معينة، مرحلة الاستعمار. فمفدي زكريا كتب دي بارول يتناسبوا مع الوقت ذاك. نفس الشيء داروا معطوب الوناس في مرحلة وان كانت انقسامات وإرهاب ومشاكل، معطوب الوناس استعمل نفس اللحن به يعبر عن مشاعر الشعب. يعني مبدئيا النشيد الوطني راهو هو يعبر عن مشاعر الشعب باللحن الفلاني، ما سب المجاهدين، ما سب الثورة، ما سب، ما دار والو، حكم نفس اللحن وكتب عليه ان تكست اللي يعبر على الوقت هذاك. وكأنه النشيد الوطني تاعنا يمشي مع حالة الشعب، ربما فكرة ملاحة، لأنه الشعب المرحلة ذيك كانوا غنيوا يا فرنسا لازم تخرجي. درك خرجت فرنسا عندنا أزمة اقتصادية وأخلاقية، تقول لي يا أزمة أخلاقية لازم تخرجي، حان وقته، راح وقت العتاب. النشيد الوطني ماهوش قرآن، هذه حبيت نمدها يعني لسي معطوب والناس والناس اللي يسمعوه كله تحية كبيرة، باسكو كان إنسان مات على كلمة حق، ما ماتش باسكو بزناس، ما ماتش باسكو هك ولا هك، مات خطأ قال كلمة حق. والناس حبوا كما قلنا يعوجوا الهدرة. فهو هدر هداير وناس خلين في نفس السؤال قالوا لي صح يا لطفي، ساعات نهدروا هداير والناس ما يفهموهمش، تهدر هدرة الناس يفهموها معوجة قادرة. صح، عن بالكم